السكن والمواد ده ورحمه، ما قالش حب، ما قالش زي امرأة العزيز قد شغفها حب. شغاف القلب بيبقى عليه زي طبقه كده رقيقه، عارفه اللي بينظف فراخ عارف الكلام ده، بيبقى الشغاف اللي هي الطبقه الرقيقه اللي على القلب دي، شغفها حب. يعني حب سيدنا يوسف لمس شغف قلبها فمغطيه، ده اللي المفروض. فقد شغفها حبا، دي ما قالش على علاقة الزواج كده، قال على علاقة الزواج ود. ليه؟ 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 ليه ود؟ لأن الود أعلى من الحب وأعلى من العشق. بقول لك أنا متيمة بيك، أنا ولهانة، أنا عاشق. لا غلط، وعشق وبتانة وكزم وكل الحاجات بقى اللي بيقولوها دي أعلاها الود. ليه؟ الود وقت الرخاء، وقت الشدة، وقت الصحة والشباب، وقت العجز والمرض، ده اللي بيبقى فيه ود. فلما نيجي نتكلم على مرحلة الحب أو المرحلة اللي بيبقى فيها مشاعر بين الزوجين، ما أقولش الحب، أقول ود. وده اللفظ القرآني اللي قال. بصوا بقى، إحنا كزوجات هل وقت المعاملة مع الزوج، والبنات يسمعوا كلام المقبلات عشان الكلام ده هيفيد، وقت المعاملة مع الزوج هل بنقول يا بيت انا ويا حبيبي ويا عشق والكلام ده؟ السيدة عائشة كانت بتقول كده، السيدة عائشة كانت بتقول على النبي سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم، سمعت حبيبي يقول كذا وكذا. تقول لك اه، ما اصل النبي يعني النبي بيعملها كويس وبيعملها حلو، فعشان هو بيعملها بتقول حبيبي ونور عيني وعشق والكلام ده. لكن انا عايزه اقول دايما المراه هي ودايما، معلش في حته الحب بالذات انا باجي على الست. ليه؟ انت المصدر، ولو فقدتي رصيد قلبك كده في الحب، مش اللي بيتحط لك، لا اللي انت بتبسيه الاول، وهقول لك ليه وهفسر لك الامر ده ليه. ولو فقدتي انوثتك، ده برضو بوتقه تانية، ما بقيتيش ست، ما بقيتيش ست، وده شيء كذا.